يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتكبر ويدعي أن هذا من عزة النفس، فهل كلامه؟ بعض الناس يتكبر ويدعي أن هذا من عزة النفس، فهل كلامه هذا صحيح؟ عزة النفس الترفع عن الدنايا، عزة النفس ترفع عن الدنايا، هذه عزة النفس. أما رفع النفس هذا من التكبر. نعم، في فرق بين هذا وهذا. نعم.